عظيم، لكن بظن انه بيتنافى مع سياسه التقشف اللي امرت فيها حضرتك. لكن مو معقول كمان مدير معمل مثلي ما يكون عنده مكتب فخم، باعتبار بيجيني زوار اجانب كتير. لكن شوف لبسي كتير متواضع، عم بلبس اقل منكم، كاني مو مدير معمل. ايه بس اولا اللبس احترام للغير، ثانيا قد ما كلف ما رح يكلف قد الفرش، ثالثا لبسك على حسابك مو على حساب المعمل. هلا ارجوك بلا هالتفاهات هي، هات شو عنا شغل يا سيدي. عنا نتائج المسابقة اللي طلبتها حضرتك مشان تعيين سكرتيرة، ولقيتوا لي واحدة، هات لنشوف هاي النتائج. نعم يا سيدي، هاي نجحت الأولى مع شهادة بأعمال سكرتارية بتضرب 60 كلمة بالدقيقة على الآلة الكاتبة. ريتا تضرب بهالوش، هي اللي أعطاها الشهادة، ما حبيتها غيرها. هاي شو شو نتيجتها هاي؟ هاي الأخيرة، ما عندها أي فكرة عن أعمال سكرتارية ولا بتعرف تضرب على الآلة الكاتبة. بس حلوة الضرباني، عينوا لي إياها هاي. مو معقول ما عندها أي فكرة عن أعمال سكرتارية؟ هذا السبب مقنع لتعيينها، شنو هديك اللي شاطرة إيه من كان بيتمنى يعينها لأنها بتفهم. أما هاي مسكينة بدها تتلحوش بالشوارع ما حدا بيعينها. بس مو معقول بعدين ما بتعرف تضرب على الآلة الكاتبة. بالنسبة للضرب أبو عنتر بيكفي بوفي، خلص عينوا لي هاي، انتهينا. شو بدون؟